شخصية اليوم. بعد أن أحدث جوكر الفوضى في غوثام وقتل العديد من سكانها، فقد أبو كلسون صوابه وقتل الجوكر، إلا أنه بالخطأ قام باستنشاق السموم المنبعثة من جثته، فبدأ بفقدان عقله وتحول إلى مزيج مرعب يجمع بين ذكاء باتمان وجنون الجوكر، وباشر بقتل عائلته وحول الروبنز لمسوخ خاضعة مسعورة والمدينة لجحيم من الفوضى، وقتل فرقة الحثالة وأسقط عالمه بأكمله، مما أرضى الإله باربيتوس الذي قدم له عرضا لقيادة قواته ليخضع الأكوان المختلفة. وبضحكات هستيرية ينتقل بين الأكوان ليجند نسخا خارقة من باتمان وينشر الظلام في كل مكان، فارتكب مجازر لا حصر لها وقتل العشرات من نسخ بروس وينز، واستعبد أيضا فرق الحثالة والخارقين من عوالم مختلفة، وأصبح لاحقا حاكم الأرض. باتمان الضحاك وصل به الجنون لأن ينقلب على الآلهة ويأخذ مكانه بينهم كإله مرعب، بعد أن نقل كيانه لباتمان خارق وسمى نفسه فارس الظلمات ليصبح تجسيدا للظلام وأكبر خطر يهدد الكون.